نظم المعلومات والخدمات الذكيه بقت اصبحت من دعائم الاداره في كتير من الدول، او المفروض تكون كمان من دعائم الاداره في الدول عموما. هنتكلم النهارده عن اهميه بنوك المعلومات ومراكز دعم اتخاذ القرار. النهارده مع دكتور عبد الوهاب ونيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للتجاره الالكترونيه بمجلس الوحده الاقتصاديه بجامعه الدول العربيه. نهارك سعيد يا فندم. اهلا، صباح النور على الجميع ان شاء الله. اولا عايز اعرف بدايه ايه هي مراكز دعم اتخاذ القرار؟ يعني احنا خلاص واخدين مصر انشئ فيها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار من سنوات، واحنا حافظينه كده وبنقوله، لكن ايه دوره؟ ايه اهميته بالظبط؟ لا، دوره حيوي جدا. اذا خدنا اي حكومات من غير أجهزة خاصة وقواعد بيانات وقواعد معرفة تساعدها في اتخاذ القرارات السليمة في الوقت المناسب وتوفير البدائل والسيناريوهات لإدارة المخاطر، هتبقى العملية صعبة. لأن أولا، لو تسمحي لي أقول بس مقدمة عن نظم المعلومات الأول. ياريت. نظم المعلومات أنا بعتقد في مصر بالتحديد هي طاقة الأمل والنور لزيادة الإنتاج، زيادة التصدير، تحسين الخدمات الحكومية بشكل عام. هي هتؤدي إلى زيادة الدخل القومي، وهي عامل رئيسي في الأمن القومي المصري. إذن تكنولوجيا المعلومات بتتداخل في جميع مراحل حياتنا. صحيح. إذن تطويرها بقى ملح وليس رفاهية. دي أول نقطة. النقطة الثانية برضو كمقدمة للموضوع، أنا شايف الحكومة عايزة إيه بشكل عام، أو أي حكومة. الحكومة عايزة تحسين خدمات حكومية، عايزة سرعة اتخاذ قرار، عايزة بدائل اتخاذ القرار، عايزة ترفع كفاءة تشغيل المشروعات المختلفة كلها. وكلمة كفاءة يعني إيه؟ أقل التكاليف بأسرع وقت في أقل مدة زمنية. ففي حاجات كتيرة جدا الحكومة عايزاها. طبعا احنا مش بنتكلم على الأمن القومي، الحكومة طبعا هي المسؤولة عن الأمن القومي، ثم إدارة المخاطر. إذا في أي أزمة لازم الحكومة يكون عندها السيناريوهات الكاملة لحلها. إيه أهم الخدمات دي الذكية دي بقى اللي بتقدم للحكومة؟ ده سؤال مهم جدا. أنا في تقديري الشخصي إن أنا أقدر أصنف الحكومات إلى ثلاث أنواع. أنا هتكلم بس على نقطة واحدة، الحكومة اللي هي تحسين الخدمات الحكومية، اللي هي استخدام التكنولوجيا في تحسينها. نقدر نخليهم ثلاث أنواع. حكومة تقليدية، اللي هي عايزة الشعب ياخد خدماته، ينزل يقف في طوابير ويطبق عليها الأنظمة والقوانين من شباك لشباك، ويدفع في شباك وهكذا. ودي بتهدر مئات المليارات. ليه؟ في ملايين من البشر بيتحركوا في الشوارع، تحدث حوادث، زحمة، تعطيل الإنتاج. يعني مئات الملايين من ساعات العمل بتضيع على الحكومة. عايز جيش من الموظفين يعني على المواطن. المواطن كمان احنا عمرنا بيضيع في المصالح. فده اللي انا اقصده. ودي الحكومة التقليدية اللي كانت مقبولة من 40 سنة. أي. للأسف في قطاعات ما زالت لسه في الحكومة عندنا شغالة بهذا المبدأ. ده النوع الأول. النوع الثاني اللي ظهر من أكثر من 20 سنة، الحكومة الإلكترونية. أي. الحكومة الإلكترونية ما بنقول إيه؟ استخدام تكنولوجيا المعلومات في تقديم الخدمات الحكومية. معناها إن أنا قاعد في البيت أو في المكتب على الكمبيوتر، بعبي نموذج مثلا تجديد رخصة، بعبيه واخد الخدمة من على الكمبيوتر، أو على الأقل عملت نص الخدمة من على الكمبيوتر واروح استلم الرخصة بدل ما اروح أقف في طوابير. أدفع فاتورة كهرباء أو مية أو اتصالات من على الكمبيوتر بتاعي أو على الموبايل بتاعي. إيه أول دولة عربية طبقت النظام ده؟ والله تقريبا الإمارات يمكن من أوائل الدول، وأنا كنت مستشار الحكومة الإلكترونية والحكومة الذكية في الإمارات. دي من أوائل الدول اللي طبقت بسرعة الخطوات دي. إذن تاني نوع هو الحكومة الإلكترونية. تالت نوع اللي هو اللي ظاهر بقاله 4-5 سنين، الحكومات الذكية. الحكومة الذكية اللي هي بتقول إيه؟ أنا عايز رفاهية وإسعاد المواطن، عايز المواطن يتفرغ للإبداع والابتكار وأداء عمله بكفاءة وفاعلية ويعيش حياته ووفر له حياة كريمة. طب ياخد خدماته منين؟ ياخد خدماته بسهولة وسرعة ويسر من عن طريق الموبايل، يدفع وياخد الخدمة وتجيله الرخصة أو أي حاجة عايزها على صندوق بريده أو على عنوانه. دي أول نقطة. النقطة الثانية إن في أماكن الحكومة، المراكز المنتشرة أو في المولات ومراكز التسوق، أحط ماكينات كبيرة، هو رايح يتسوق مع عيلته
عيلته تتسوق، هو يقف قدام المكنة يدفع جميع فواتيره، دخل بطاقته الرقم القومي، الكمبيوتر يتعرف عليه، يطلع له الخدمات اللي عايزها، يقدم خدمات، يقدم على رخصة، يقدم على أي حاجة، وياخد الخدمة أثناء التسوق. إذن أنا قللت حركة الجماهير في الشوارع، قللت الزحام، خليت المواطن سعيد وهو بياخد الخدمة. ده نسبة قد إيه بقى منه متطبقة في مصر؟ ونسبة قد إيه متطبقة في العالم العربي؟ العالم العربي يعني في بعض الدول بدأت تدخل في الحكومات الذكية، بقت كل خدماتها على الموبايل، تستخدم تطبيقات الموبايل اسمها موبايل أبس. كلها. وميزة التطبيقات اللي على الموبايل، إيه أهم الدول دي اللي طبقت يعني تقريبا 100%. الإمارات يمكن من أوائل الدول في المنطقة العربية اللي قدمت الخدمات. دول الخليج دخل بقوة في هذا الموضوع. الحكومة المصرية أولا، أنا يعني هقول الحكومة المصرية بتبذل جهد كبير جدا، لكنه مازال ليس هو الجهد المأمول. إحنا مازلنا عندنا جزء كبير جدا. إحنا وصلنا فين في مصر؟ إحنا هقول مازال جزء كبير جدا في الحكومة بيشتغل بالنظام التقليدي، وجزء بدأ يشتغل في الحكومة الإلكترونية. الحكومة الذكية ما وصلناش ليها، لإيه؟ عندنا إحنا تراكمات. بس احنا عندنا دفع فواتير برضو على الموبايل. انا بقول جزء بسيط جدا، جزء بسيط بسيط جدا، لكن الغالبيه العظمى الناس بتنزل تقف ليه في طوابير. ومش بس كده، طوابير يعني في بعض الجهات تشتغل كجزر منعزله، انت عارف الحكومه عندنا وفي يعني تجديد بطاقه وتجديد رخص، الرخصه القياده اعتقد، وفي بعض الخدمات اتعملت برضو. والحقيقه بيبذلوا مجهود كبير، لكن زي ما بقول احنا مش محتاجين نمشي خطوه خطوه، احنا محتاجين قفزات كبيره تتخطى السرعات العاديه، ونقضي على البيروقراطيه. لان النهارده يعني الامم المتحده النهارده حاطه 17 هدف للتنميه المستدامه اللي هي قالوا لجميع الدول بحلول سنه 2030 لازم تكون حققتوا معظم هذه الأهداف أو كلها. أحد الحاجات ديت مثلا قضاء على الفساد. طب طالما في لسه ناس بتقف طوابير، ده بحلول كام؟ 2030 دي التنمية المستدامة. طالما في ناس بتقف طوابير، طالما في إحنا لسه بنتعامل بالفلوس الكاش، متعملش إلكتروني، بقى في مصادر للفساد. طبعا في ضمير بقى دخل في الموضوع، يا ضمير صحي. الحكومة كلها النهاردة أو الحكومات في العالم بتحاول تتلاشى تماما التعامل بفلوس نقدية. إذن طب أنا هقلل فساد إزاي؟ أمنع، أخلي خدمتي كلها باخدها من غير موظف، باخدها من كمبيوتر. من كمبيوتر إذن دي بس هي برضو الثقافة المصرية مش كلها عندها، مثلا مش المصريين مش كلهم عندهم كريدت كارد، ما عندهمش الحاجات دي، يعني واخدين اكتر على نظام التعامل اللي هو الفيس تو فيس ده او كده المباشر. صح، انا هقول لحضرتك حاجه، يعني كمان كثقافه مجتمعات عربيه ومصريه. انا 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 عشت حوالي 40 سنه بره مصر ما بين اوروبا والخليج. الدول دي كلها ما كانش عندها نفس الثقافه، كانت زينا، بل احنا كنا في فتره ما في الستينات والخمسينات كنا متقدمين على دول كتيرة في المنطقة. لكن أنا عايز أقول إيه، التقدم التكنولوجي بيتيح مجموعة مختلفة من البدائل، زي ما بيقدم لي ادفع على الموبايل، ادفع في ماكينة في المولات، مازال أقدر أدفع في الماكينة دي كاش. لكن أنا عايز أغير مفاهيم البشر. ليه الواحد ما يبقاش معاه كريدت كارد حتى ولو في مبلغ صغير أدفع بيه؟ يعني النهاردة الحكومة، احنا للأسف في مصر الناس اللي عندها حسابات بنكية قليل جدا، وده بيعطل عملية الشمول المالي في مصر. لسه بيحطوا الفلوس تحت البلاطة، يعني ثقافة البلاطة لسه مازال. انت هقول لحضرتك حاجة، احصائية عالمية، الناس كلها في التجارة الإلكترونية بتشتري بالكريدت كارد. مصر عندنا تعبير جميل قوي كده، الدفع عند الاستلام، ما عنديش ثقة. ايوه صحيح، انا واحده من الناس على فكره اللي عندي، بنقول عليها ايه، سي او دي، كاش اون ديليفري. مش هدفع لك الا لما استلم البضاعه. انا عندي نفس المخاوف، يعني انا بفضل الكاش اون ديليفري اكتر. ما هو انا ما بقولش انه غلط، بس احنا لازم يبقى العالم ماشي قبلينا وجرب وماشي ما لازم وحلو. كان يبقى في نظم تامين، يعني في سكيورتي في الموضوع. لا طبعا اكيد البيمنت ده وكده. طب ايه هو الاقتصاد الرقمي يا فندم؟ الاقتصاد، لو نرجع عشان أفهم الاقتصاد الرقمي، الاقتصاد التقليدي كان ماشي إزاي؟ كان ماشي على ثلاث محاور. العنصر الأولاني يقال عليه الرو ماتيريال،
المواد الخام اللي بتطلع من الارض. كان في بعض الخبراء يقولوا الارض، ارض معناها ايه؟ بيطلع منها بترول وغاز ومعادن ومياه وزراعه. اذا هي دي الاقتصاد الريعي اللي بيطلع ببيعه. وتاني عامل راس المال، تالت عامل العماله المدربه. الاقتصاد الرقمي استبدل الارض وما فيها من ثروات بالعقل البشري. ازاي بقى؟ الاقتصاد الرقمي مبني على التكنولوجي والابداع والابتكار. حد لحضرتك مثال. من 30 40 سنه كان اغنى رجل في العالم مثلا اوناسيس، كان يملك ايه؟ ناقلات بترول. كان مين اغنياء العالم زمان في الرانكينج؟ صاحب حقول بترول، ناقلات بترول، شركات عملاقه. دلوقتي مين اكبر شركات في العالم واغنى اغنياء العالم؟ بيل جيتس. انا اتشرفت انه كرمني من 10 سنين. اه لكن اللي انا اقصده ايه؟ يملك ايه بيل جيتس؟ يملك مخ، يملك ابداع. صحيح. صاحب ومارك زوكربيرج. انا مش يعني مش عارف الاسماء مسموح ولا لا، لكن مثلا صاحب فكره ان اركب سياره تاكسي واجرها بدون ذكر اسماء. ده عمل ابلكيشن على الموبايل، عمل ابلكيشن على الموبايل كسب منها مليارات. ايوه. هل ده عنده ثروات طبيعية؟ لا. إذن الاقتصاد الرقمي هو الاقتصاد المبني على الإبداع والابتكار. عشان كده إحنا بنشجع في مصر ريادة الأعمال. ده شيء مطمئن جدا، لأن كتير من الشباب بيبقى عندهم أفكار وما عندهمش رأس مال. فدلوقتي اللي بيحصل فعلا زي ما حضرتك قلت في الستارت ابس وكده، انه بيبقى عنده فكره فهو بيبيع الفكره او بيعمل ابلكيشن او بيعمل مش عارفه ايه، وبيبقى واحد من الاغنياء. يعني هو مش لازم يبقى عنده راس مال ويعمل شركه، او بيعمل شركه طبعا، بس هو مش لازم راس مال كبير وزي ما حضرتك قلت الطريقه التقليديه يعني. فده شيء مريح للشباب. احنا بنشجع الشباب. انت لو عندك فكره يو كان بي ويلثي، يعني ممكن تبقى غني. مليون في الميه. من يملك الفكره يملك العقل، ملك العالم. احنا عايزين النهارده الشباب بتاعنا مش اول ما يتخرج يدور على واسطه عشان تشغله في الحكومه ويقول لك مرتب مضمون. مرتب مضمون وهتشتكي طول العمر انه صحيح. مرتب قليل طبعا. ابدع، فكر، حتى لو فكرة صغيرة هتكبر مع هذه الفكرة. لكن الفكرة برضو مهما كان عايزة إبداع، عايزة بس فكر. الاقتصاد الرقمي ما اعتقدش انه برضو ممكن يحل محل الاقتصاد التقليدي. يعني هقول لحضرتك حاجة، يعني مثل بسيط جدا. حجم التجارة الإلكترونية العالمية حوالي 25 تريليون دولار. حجم التجارة الإلكترونية 2.5 تريليون دولار. انت عارفة العالم بيبيع ويشتري 2.5 تريليون دولار. وعمال يزيد نسبة حجم التجارة الإلكترونية بمعدل أعلى بكتير من وصل حوالي 16.1%. يعني أنا أعتقد مثلا في حلول 10 سنين كمان هيبقى حجم التجارة، يعني البيع والشراء الإلكتروني، هيوصل له مثلا 10 تريليون. تريليون. طب التقليدية كام حضرتك قلت؟ 25 على مستوى العالم. على مستوى العالم. احنا في المنطقة العربية أقل من 1%. ليه؟ لأن ما زلنا خايفين. عمالين نقول حد يسرق الكريدت كارد بتاعي. ليه؟ برضه ما احنا برضه في نقطة برضه ما فيش سكيورتي. احنا في المنطقة العربية بعض الدول عملت قوانين تجارة إلكترونية، توقيع إلكتروني، الحماية من القرصنة الإلكترونية. احنا في مصر برضو متأخرين في هذه القوانين، رغم ان القوانين مشروع كده. القوانين موجود في البرلمان لكنه حبيس الأدراك. طب ما تشتغلوا، طمنوا الناس. مع ان مصر متطورة، يعني متطورة تكنولوجيا بشكل كبير، لان الشباب المصري شباب منفتح جدا على العالم. يعني لو حضرتك قارنت اي الشباب المصري والشباب العربي بشباب مثلا امريكي، لا، الشباب المصري ما شاء الله يعني منفتح بشكل كبير جدا، عارف اللي بيحصل في العالم، متطور تكنولوجيا جدا. فيعني المفروض ان الحكومه تواكب سرعه الشباب، يعني يبقوا ماشيين بنفس ايقاع الشباب. انا هقول لحضرتك حاجه، الشاب المصري بيطلع في اوروبا، وانا اشتغلت في اوروبا وشفت نماذج ناجحه جدا، بيدخل في منظومة ناجحة. أيوة بينجح طبعاً. ويبقى باهر، بيشرخ. لكن احنا بنقول هنا ايه؟ نفس الشاب لو حطيته في منظومة حكومية بيكتب في دفتر لسه ورئيس يقول له تأخرت دقيقتين ثلاثة ومش عارف ايه. اذا المنظومة، انا بقول ايه، الحكومات، في حكومات النهاردة بتبقى ايه، ماشية برد الفعل. كل ما يحدث حاجة اعالجها. وفي حكومات مبدعة بتشتغل برو اكتف. الحكومة بتبادر
بالحاجات اللي لا تخطر في بالها، وتبقى مواكبة للتطور ومواكبة للتطور ومواكبة لمواطنيها. يعني المواطن المصري هو مواطن متطور عن يعني الواحد بيسافر وبيشوف، يعني مش منعزل. فلأ I'm so proud بالمصريين وبالشباب المصري، فعلا متطور. يعني مش يجي يقول لك بقى ده مصر دي فين، ولا دي انتوا بتركبوا جمل. لأ احنا ما بنقولش كده على البلاد التانية ايا كانت البلد، احنا بنجوجل وبنشوف وبنبحث وبندور. فيعني المفروض حكومتنا تواكبنا بقى. ده أكيد، لكن أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، الحكومة محتاجة تسمع رأي ناس كتير، رغم أن معظم أصحاب القرار في الحكومة ناس على مستوى عالي جدا من الخبرات الدولية، لكن ربما في أي مجالات، يعني في مجالات تكنولوجيا، لكن ربما يكون الصف الفئة الثانية والثالثة من القيادات فيها جزء معطل. احنا عايزين نتغلب على هذا الكلام واتغلب عليه بالتكنولوجيا. انا بس حد حرك مثال على موضوع الاولاني بتاعنا، اتخاذ القرار. انا كنت بقعد مع بعض المسؤولين، هدفه كله يعمل قاعده بيانات. الحكومه بقى لها 3-4 سنين كل ما تقعدي مع مسؤول يقول لك احنا بنحدث قواعد البيانات. لكن احنا تحديث قواعد البيانات مش هو الهدف، احدثه بس اخليه متكامل. يعني هدي مثال صغير في المرور، تجديد تراخيص المرور تبع وزارة الداخلية، دفع المخالفات تبع وزارة العدل، دي قاعدة ودي قاعدة، ما تدمجوهم في قاعدة واحدة. في بعض الجهات تروحي تجددي يقول لك روحي مكان آخر عشان تجيب المخالفات، ليه ما تدمجوهم في قاعدة واحدة؟ يقول لك لا بس القانون أنا باخد الجزء ده وياخد ده، ادمجوهم في قاعدة واحدة. وزارة الداخلية تبص على الجزء بتاعها، وزارة العدل تبص على الجزء بتاعها، بس في قاعدة واحدة. قللت تكاليف، سرعت العمل. احنا بنتمنى والله يا فندم ان يبقى عندنا النظام ده، وزي ما بقول مره تانية اللي احنا عندنا شباب ما شاء الله يعني زي الفل بجد، ويعرفوا يعملوا الانظمه دي، بس يبقى في نيه لده، انه يبقى بجد المواضيع موحده والمواضيع سلسه كده بالنسبه للشعب المصري. احنا عددنا بيزيد زي ما استاذ قال، فيعني نسهل حياتنا. احنا بنضيع حياتنا عشان تطلع حاجه، ولا تطلع بطاقه، ولا تطلع ورقه، ولا تمضي حاجه، ولا تعمل. مش هنتكلم حضرتك على الخدمات، انا عايز الحكومه النهارده تعمل ايه. لما بنقول النهارده الحكومه يكون عندها بنك معلومات ومركز دعم اتخاذ القرار، ليه الحكومه النهارده تنميه منعزله، بعيده جدا عن بعض المحليات، بعيده جدا عن الوزارات وفروعها. اذا النهارده انا عشان المهم باسلوب تقليدي لا يمكن، لازم انشئ قاعده بيانات مركزيه قادره انها تاخد او تتعامل مع جميع قواعد البيانات الموجوده حاليا، لانها في بعضها انشئ من دي سنه. مسؤوليه مين من الوزارات يا دكتور؟ لا من شو مسؤوليه مجلس الوزراء. مجلس الوزراء. ليه؟ لان انت عارف حضرتك مصر دوله قديمه، في قواعد بيانات بقى لها 20 سنه، في بقى لها 40 سنه، في بقى لها سنه، وانشئت بشركات مختلفه بتكنولوجيا مختلفه. ممكن يبقى دور مركز دعم القرار، ما هو دوره اللي موجود، بس يعني ما هو للاسف ملوش فتره من الفترات، بس هو ما زال ليه دور. بس اللي انا اقصده لازم اجمع البيانات من مصادرها باشكالها المختلفه، اوحدها وانظفها، ادخلها على قاعده البيانات. صح. احط عليها بقى طبقات من بحوث العمليات والبرامج الذكيه القادره على تحليل هذه البيانات واخذ القرارات المناسبه ورفعها لمتخذي القرارات. طبعا هي ده الهدف الرئيسي. صحيح. لمتخذ القرار عايز مع اي مشكله الكمبيوتر يقول له عندك حل الاولاني كده والتاني كده والتالت كده، وكل حل ايه المخاطر بتاعته. طب جاب الحلول دي منين؟ اطلع على جميع قواعد البيانات المنتشره في الدوله، خد منها البيانات المناسبه وطلعها المتخذ القرار. الحياه سلسه يا جماعه وبسيطه، ما نعقدش نفسنا. انا بشكرك جدا دكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للتجاره الالكترونيه بمجلس الوحده الاقتصاديه بجامعه الدول العربيه، ونهارك سعيد يا فندم. شكرا، وانا اتمنى ان شاء الله لمصر كل الخير تحت القياده الرشيده لفخامه الرئيس. شكرا. فقراتنا لسه متواصله مع حضراتكم، راجعين بس بعد الفاصل.